فضيلة الشيخ أبو محمد عبد الرزاق السيد إمام وخطيب مسجد معاذ بن جبل ديترويد ميشيغان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأكارم إلى لقاء يتجدد معكم في هذه العشر الوسطى من شهر رمضان. سنتحدث اليوم مع المصطفى مع رؤية مستقبلية، الرؤية العجيبة. لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليظهره على الدين كله، والله سبحانه وتعالى جعل جزءا من النبوة الرؤيا التي يراها الرجل الصالح، وكان أول ما كان بالنسبة للوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي مثل فلق الصبح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح جلس لأصحابه وتوجه أمامهم ثم يقول: من رأى منكم رؤيا؟ فيأتي الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم يقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها، ثم يأتي رجل كما روى ذلك البخاري ومسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله إني رأيت رؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ما رأيت؟ فقال الرجل: يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة، ظلة يعني مثل السحابة، إني رأيت في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، رأى مثل السحابة ينزل منها مثل السمن والعسل، يتكفف الناس منها بأيديهم، يعني الناس يأخذ بأيديهم، يتكفف الناس منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، في منهم من يأخذ كثير ومنهم من يأخذ قليلا، وأرى سببا واصلا من السماء، سبب مثل الحب، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك، يعني الرجل يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعل، ثم أخذ به رجل آخر فعل، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعل. قال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فلأعبرها، يعني أنا سأؤول هذه الرؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أعبرها، يعني أولها. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل إليه فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله، قل أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ يعني هل أصبت تعبيرها أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ثم قال: فوالله يا رسول الله، أبو بكر يقول: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت، بالذي أخطأت يعني. قال: لا تقسم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لنا معه وقفات. الوقفة الأولى عناية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بتعبير الرؤيا، فقد كان رضي الله عنه وأرضاه ممن اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، علم تعبير الرؤيا، ولذلك
تجد أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من أعلم الصحابة بتعبير الرؤيا، ومن أعلم الصحابة كذلك بالتأريخ والأنساب. ونقل هذا العلم، علم تعبير الرؤيا، لبنته أسماء، ثم نقلتها أسماء إلى ابن سيرين الذي هو شيخ معبري الرؤيا، والناس كلهم ينقلوا عن ابن سيرين لأنه كان من واليها رضي الله عنها وأرضاها. الرؤيا جاء ذكرها في القرآن، في سورة يوسف جاء ذكر الرؤيا، قل يوسف إني رأيت 11 كوكبا. والملك حينما رأى الرؤيا العجيبة الموجودة في سورة يوسف رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. والرؤيا كذلك جاءت ليوسف وهو في السجن، وسيأتي معي هذه الوقفة. الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزءا من 46 جزءا من النبوة. إذن الرؤيا جزء من النبوة، رؤيا الصالحة في الرجل الصالح الذي يراها الرجل الصالح. الأمر الثاني، إن الرؤيا قد تكون أحيانا فرجا، يرى الرجل الرؤيا فتكون فرجا، إما فرجا على الرائي بنفسه، أو تكون فرجا على الأمة كلها، أو تكون فرجا على الناس بنزول الغيث والرحمة وغيرها، كما جاء ذلك في سورة يوسف. فغالبا ما تكون الرؤيا انعكاسا لواقع الشخص، وهذا كثير ما يحدث. الإنسان حينما يعيش واقعا من واقعه ينعكس هذا عليه في منامه، فيعيش الرجل هذا الجو حتى وهو نائم، فينعكس عليه الرؤيا يراها، وقد تطار هذه الرؤيا وقد تقصر، لكنها الرؤيا بنفسها. قد ينام الرجل 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات، 10 ساعات، فيرى هذه الرؤيا، ولا تستغرق منه الرؤيا التي يراها وهو يتنقل من أرض إلى أرض ويسافر بالطائرات وينتقل من بلاد إلى بلاد، إلا جزء من الثانية، جزء من الثواني، هذه الرؤيا كلها التي يراها. فتخيل معي لو أن الرجل رأى ساعة كاملة أو ساعتين أو 3 ساعات، كم يحتاج له من الوقت حتى يقصها؟ لذلك سبحان الله جعل الله عز وجل الرؤيا منفذ من المنافذ التي تتنفس بها أرواح الناس، ويجد في الإنسان في الرؤيا بشرى، ويجد في الإنسان في الرؤيا بشارة له. لكن هذه الرؤيا لا نجعلها تأخذ حيزا من أوقاتنا وهما عندنا. بعض الأحيان خاصة الأخوات تكون الرؤيا هذه جزء من هم عندها، وأصبح للرؤيا هذه قنوات، وأصبح لها مواقع، وأصبح لها شبكات، وأصبح لها معبرين، وأصبح لها متحدثين، وأصبح لها كلها على الرؤيا. وليس كل رؤيا في الأصل أن تنقل للناس، أن يقال للناس كل شيء رأيت. في رؤيا ما ينبغي للإنسان أن يحدث فيها إلا بعد 3، وفي رؤيا ما ينبغي للإنسان أن يحدث فيها، وفي بعض الأحيان رؤيا قد يكون تلاعب من الشيطان يتلاعب به. رجل يأتي ويقول رأيت كأن رأسي قطفة نحر، فقيل له بأي رأس رأيت؟ رأى رأسه قطفة نحر رأسه أمامه، فقال بأي رأس رأيت؟ إذا عبث الشيطان بأحدكم فلا يأتي ويقص علينا ما عبث به الشيطان. كذلك هذه الأوهام التي يعيشها الناس ثم تنتقل معهم في منامهم، فتأتي رؤى ويبحث عن المعبر الأول والثاني والثالث والرابع، ويتواصل بالقنوات وبالمواقع وعبر وسائل التواصل وغيرها ليعبر له رؤيا قد يكون هاجسا نفسيا عاجلا. أذكر مرة من المرات يتصل ببعض الإخوة ويقول أنه رأى أن الذباب يدخل من أنفه ومن أذنيه. أنا لا يوجد عندي علم في تعبير الرؤيا، لأن الرؤيا عبارة عن فتوى، والذي يتجرأ على قضية تعبير الرؤيا من غير أن يكون عنده علم بها ما ينبغي له هذه فتوى، ولا ينبغي لأحد أن يتجرأ على تعبير الرؤيا. فقلت له أنا لا أعرف بتعبير الرؤيا، لكن ابحث عن رجل آخر يعبر الرؤيا. لكن على الأقل، إن استأمنك على رؤيا تقول له خذها على محسن، على أحسن المحامل فعبرها له، خذها على أحسن المحامل فعبرها له، ولا تعبرها على الأسوأ فينظر
فتبعث في نفسه القلق، وتبعث في نفسه الهم، وتبعث في نفسه الغم. والفارق بين الاثنين تعبير الكلمات والكلمات التي تقولها. أذكر مرة قرأنا قصة رجل رأى أحد الأمراء رؤيا، رأى أن أسنانه تساقطت، فجاء بمعبري الرؤى. الأول قال له: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، يموت جميع أهلك ويبقى أنت. غضب الأمير وقال: اخرج، تبشرني بموت أهلي؟ فخرج. فجاء معبر آخر وقال له: رأيت أن أسناني تساقطت. فقال له: أبشر يا أمير المؤمنين، أطال الله في عمرك وتكون آخر أهلك موتا. هنا الكلمات قبلها منه، قبلها منه مع أن التعبير واحد، لكن قبلها منه، لأن هذه يعني يقول له: يا أبشر يا أمير المؤمنين تكون آخر أهلك موتا، أما ذاك فقاله: يموت جميع أهلك وتكون آخرهم أنت موتا. هذه الكلمات التي يقولها الإنسان يأخذ لها في قضية تعبير الرؤيا أفضل الكلمات، ويعبرها بأفضل الرؤى وأفضل الكلمات التي يلتقيها، حتى وإن وجد في الرؤيا شيئا قد يزعج الرجل. لأن اليوم أصبح الناس يعيشون هذه الهواجس، هواجس الرؤيا وتعبيرها، هذه هواجس في نفوس الناس. وكل واحد من الناس يرى رؤيا يريدك أن تعبرها له. ليس كل الرؤى تعبر، وليس كل المنامات تعبر، وليس كل المنامات تقال، فلا نعيش هذا الهاجس. نحن يا إخوة، أمتنا اليوم للأسف الشديد مكانها في نوم، نعيش في نوم. والأصل فيه أن تكون أحلامنا ظاهرة، أحلامنا في وقت اليقظة، أحلامنا عمل، أحلامنا دعوة، رؤانا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تكون معك رؤية، كيف تنقذ الناس مما هم فيه من الضياع، كيف تنقذ الناس مما هم فيه من الجوع، كيف تنقذ الناس مما هم فيه من الأمراض. لا نمكث مكاننا النوم، ننام ونعبر الرؤى ونعيش بهذه الهواجس وهذه الأوهام. إن المسلم ينبغي له أن يكون أحلامه كلها أحلام يقظة يعيشها، وينقل للناس ما ينفعهم، وكذلك ما يصلح حالهم. لا نمكث نوم مثل أمتنا اليوم عائشة بهذه تعيش بهذه الأوهام وبهذه الأحلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك أيها الإخوة، هناك من الناس من هو عنده ولع بالرؤية، فتجده يرى الرؤية الواحدة نفسها 6 مرات 7 مرات، وبعضهم قد يرى الرؤية فيقوم ثم يعود ينام مرة أخرى فيرى الرؤية نفسها، يواصل مع المسلسل نفسه. فهذه جزء منها هواجس النفس، ينبغي ألا يكترث الإنسان حينما يرى مثل هذه. وإذا رأى رؤية خيرا حمد الله، وإن رأى رؤيا شرا استعاذ بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله رأيت رؤيا؟ قال له: خيرا رأيت. فأنت لما يأتي إليك رجل قل له: خيرا رأيت، يعني لعل الرؤيا التي تراها فيها خير. كذلك أيها الإخوة، هذه الرؤيا ينبغي ألا نبني عليها أحكام، ينبغي ألا نبني عليها أحكام. واحد رأى أنه متزوج بفلان، لم ينهى زوجته، أو رأى رؤيا أنه طلق زوجته وهو في المنام، هذه لا يأخذ هذا حكم الطلاق. إذا لا تنبني على الرؤيا أحلام، لا ينبني على الأحلام وعلى الرؤى أحكام شرعية تترتب عليها، بل هذه رؤيا هواجس نفسية جاءت للإنسان ثم تنصرف. لماذا نقول هذا الكلام في هذه الأيام؟ لأنها كثرت القيل والقال في قضية الرؤى. منهم من يرى يقول لك: خلاص الآن الأرض كلها ستنتهي في 15 رمضان، وستسمعون أمر مهول. أخي، واحد رأى برد ما دفى نفسه سوى، رأى هذه الرؤية ثم يأتي ويقولها وينقل لك آثار وينقل لك كلاما. الأرض لله سبحانه وتعالى، والأمر أمر الله عز وجل، وليس لأحد دخل فيما يمشي في هذا الكون. الله عز وجل هو الذي يسير هذا الكون كيف ما يشاء سبحانه وتعالى. فلا تغير هذا الكون رؤيا، ولا تغير واقع الناس رؤيا. إنما يستبشر الإنسان بالرؤيا إذا كانت صالحة، بالرجل صالح معروف بصلاحه.
هذه الرؤى أيها الإخوة لا تزعجنا، بل ينبغي للإنسان أن يقرأ الأذكار وأن يتغطى في دفائه سويا، ولا يرى إلا كل خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله إياكم لطاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر وارحم وبارك لمن نشر هذا المقطع ولوالديه.